شريف عرفة هو ممر لصناعة السينما في مصر. على مدى سنة ونص سنتين وإحنا بنحضر اللوكيشن. رحلة طويلة مع السينما. في 600 فرد في فيلم الممر. عسكري على الأقل 250 وفنيين ورا الكاميرا ما بين 350 و400. السينما في مصر في السنين اللي فاتت كانت أحسن من السينما دي دلوقتي. أنت بتنتمي لنفس الطريقة دي في التفكير؟ هو سؤال صعب بس فكرت. انت بتفكر. يحدث في مصر غدا 10 مساء على NBC مصر.